كذلك من العلماء محمد بن اليمني الناصري، وهو أخو الشيخ محمد المكي الناصري، معروف العالم المعروف. هذا أخوه محمد يعني بن اليمني الناصري المتوفى 1391، كان في الرباط، كان في الرباط رحمه الله، وكان عقيدة السلف، له كتاب سماه يعني ضرب نطاق الحصار على أصحاب نهاية الذل والانكسار. وهذا أصحاب نهاية الذل والانكسار هذا الواحد أحد العلماء ديال الرباط اسمه علي الشرقي، ألف واحد الكتاب يدعو فيه ماذا إلى الطرقية وإلى البدع. وقام هذا الشيخ محمد بن اليمني الناصري خو الشيخ يعني المكي الناصري رحمه الله ورد على هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب ديال هذا الشرقي هو ترد على كتاب ديال الأخ ديال محمد اليمني الناصري، وهو الشيخ المكي الناصري. الشيخ المكي الناصري رحمه الله له رسالة، له رسالة يرد فيها مجموعة من الشركيات، وناض هذا علي الشرقي ورد عليه، وقام خوش الشيخ المكي الناصري وانتصر لأخيه، وذكر ما يتعلق بالبناء على القبور، وما يتعلق بالزوايا، وما يتعلق بالذكر الجماعي، وذكر أوصاف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وقال إنهم هم أهل السنة والجماعة، جماعة أهل الحديث، وذكر النصوص في هذا الكتاب، وكله لله الحمد كلها مطبوعة ومتداولة.